بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الأربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الأربعون نقتصر فيه على حديث المسيء صلاته الذي بوب له الإمام عبد الغني رحمه الله بقوله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وأفرد فيه هذا الحديث مترجما له بشاهده الأعظم من حيث استنباط الفقهاء، وهو الدلالة على إيجاب الطمأنينة في الصلاة. وأما باقي ما ورد فيه فللمصنف رحمه الله كلام يأتينا تفصيلا في شرح هذا الحديث. والحديث يا كرام من المواضع التي قرر فيها الشارح رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، من حيث التقعيد والتأصيل ذكر فيه قواعد محررة بديعة نافعة، ومن حيث التفصيل ذكر أيضا جملا من المسائل على طريقة الفقهاء في الاستنباط والاستدلال. فالحديث من أنفس ما قرره الشارح رحمه الله في كتابه، على أن شرحه نفيس كله رحمة الله عليه، وفيه من التقرات والفوائد البديعة ما تقدم معنا كثيرا فيما سبق من أبواب. وبابنا هذا بحمد الله هو الباب الثامن من أبواب الكتاب، بعدما فرغنا ليلة المجلس الأسبوع المنصرم من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه 13 التي تقدمت آنفا. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قصر المصنف رحمه الله في عنوان الترجمة للحديث قصر الطمأنينة، أو قصر وجوب الطمأنينة على الركوع والسجود. فهل هي مختصة بهما من بين أركان الصلاة؟ الجواب لا. فلماذا اقتصر عليهما من بين سائر الأركان؟ يعني لما لم يقل باب وجوب الطمأنينة في الصلاة أو في الركوع والسجود والقيام والرفع والاعتدال والجلوس؟ طيب، كأنه نظر رحمه الله إلى لفظ الحديث، فإنه إنما نص على الطمأنينة فيهما: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فقد يقال على هذا: إذن وقال بعده ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فلو قال الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع أو الجلوس بين السجدتين استيفاء للمواضع التي نص الحديث فيها على الطمأنينة. ولهذا فإن ابن الملقن رحمه الله لما شرح قال مباشرة بعد ترجمة الباب: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، قال: أي وفي الجلوس بين السجدتين. ليش ذكر هذا فقط؟ لأنه مما نص عليه الحديث. ثم قال: والشيخ حذفه اختصارا. حذف ماذا؟ حذف ركن الجلوس بين السجدتين عطفا على إيجاب الطمأنينة فيها بناء على ما نص الحديث عليه. طيب السؤال: هل هذه الثلاثة الأركان فقط هي التي نص الحديث على وجوب الطمأنينة فيها؟ نعم، حديث الباب نعم، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه نعم،
قال ابن الملقن رحمه الله: وصح أيضا وجوبها، يعني الطمأنينة في الاعتدال في هذا الحديث، أعني حديث المسيء صلاته، لكن من حديث رفاعة بن رافع، أخرجه ابن حبان في صحيحه. ثم قال: وفيه رد على قول إمام الحرمين من أصحابنا إنها غير مذكورة فيه، وأقره عليه الرافعي، وأغرب منه أنه نفاها أيضا في الجلوس بين السجدتين، وهو في الصحيح أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله تعالى، ها هنا مقدمات بين يدي هذا الحديث. اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي أبهم ذكر اسمه هنا في الحديث، الذي صلى صلاة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول له ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثانيا، حديث المسيء صلاته مروي في دواوين السنة عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما، أبو هريرة ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما، لكن الذي في الصحيحين هو رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية رفاعة مخرجة في دواوين السنن، في السنن الأربعة والمسند وغيرها من دواوين السنة على أصحابها رحمة الله. يقال هذا لبيان أن هذا الحديث في المقدمة الثالثة، أن هذا الحديث هو عمدة الفقهاء في الكلام على ما يتعلق بواجبات الصلاة المهمة التي لا تصح الصلاة إلا بها، سواء سميناها أركانا أو سميناها واجبات على اختلاف اصطلاح الفقهاء بين المذاهب في هذا الباب، إنما هي الأفعال التي لا تصح الصلاة إلا بها. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للرجل في مقام التعليم، فإنه صلى صلاة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كالعدم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا لما قال الرجل في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فالمقام مقام تعليم، صلى صلاة غير صحيحة، إذا سيعلمه الصلاة الصحيحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فلهذا أضحى هذا الحديث عند الفقهاء مهما للغاية، وأطالوا الحديث فيه في الكلام على استنباط فوائده وتقرير استنباطاته وكيف تبنى الأدلة عليه. الفائدة الرابعة أو المقدمة الرابعة أو الخامسة، هذا الرجل الذي لم يسمى في الحديث وأبهم ذكر اسمه، ذكر بعض الشراح من الطرق التي اتسعت بها رواية الحديث، ذكروا اسمه وهم على خلاف بين اسمين واردين. الأول أنه خلاد ابن رافع كما ذكره ابن بشكوال بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع، فإن الحديث من رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع، كذا أخرجه أبو داود. وقيل بل هو رفاعة بن رافع، أنه صاحب القصة التي ذكر فيها وصفه بشأن الصلاة. وها هنا فائدة لطيفة أيضا يذكرها المحدثون عادة في كل الأحاديث التي تتعلق بقصص لأصحابها، واقعة حصلت في قصة فلان أو فلان، فإن الأحاديث إن كان فيها خير ومحمدة ومنقبة يسمى أصحابها، يقال جاء رجل يقال له كذا،
قدم رجل أو قال فلان أو حضر فلان ولو كان من غير مشاهير الصحابة المعروفين رضي الله عنهم، يذكر اسمه لأن المقام مقام منقبة وثناء ومحمدة، وإن كان غير ذلك كأن يكون المقام مقام ذم أو سوء تصرف أو عبارة غير لائقة وفيها ما لا يليق ذكره أو تعقيب شرعي أو تأديب نبوي، فإنه يبهم اسم صاحبها عادة. وهذا الإبهام إما أن يكون من الراوي الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه، جاء رجل، جاء أعرابي دخل فقال ما يسمى، إذا كانت الواقعة لا يحسن فيها ذكر اسم صاحبها، أو كان هذا الإبهام من الراوي بعد الصحابي من التابعين فمن بعدهم، وأياً كان ففيه أدب رفيع ينتهجه أهل الحديث في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم الحرص على ذكر المثالب وجرح الأشخاص والتشهير بأسمائهم ومعرفة أعيانهم. فانظر كيف فعلوا بهذا الصنيع رحمة الله عليهم، وأنهم طووا ذكر اسم لا يحسن ذكره في مقام الذم أو النقص أو العيب عبر القرون، في المقابل ذكروا أسماء لأشخاص ظلت محفوظة تروى وتذكر أسماؤهم على مدى 14 قرنا، يرويها المحدثون ويدونونها في مصنفاتهم ويحفظوها حفاظ السنة وهكذا. فهذا شأن عظيم ومنهج كريم يقوم عليه أهل الحديث في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا فإن من فوائد الحديث بين يدي ذكره أن الواجبات في الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها نوعان عند الفقهاء، نوع متفق على وجوبه وفرضيته وهذا غالب ما ذكر في الحديث، والنوع الآخر واجبات مختلف في وجوبها فقائل بوجوبها وقائل لا يقول به، كمثل جلسة التشهد الأول والتكبيرات، تكبيرات الانتقال ووضع اليمنى على اليسرى وغيرها من أفعال الصلاة كما سيأتي كلام الشارح عليها إن شاء الله. فهذه أيضا لهم طريقة في استنباطها وذكرها وتقريرها، لو كانت واجبة كيف ما ذكرت في الحديث، وعدم ذكرها في الحديث هل يدل مطلقا على عدم وجوب أي فعل في غير ما ذكر في هذا الحديث؟ هذه صنعة فقهية، والنظر في الحديث يقتضي التنبه لها. والحديث أيضا من فوائده عند النسائي في روايته للحديث أن الرجل دخل فصلى ركعتين، قالوا فيها إشعار بأنها نافلة ولعلها كانت تحية المسجد ولأجل ذلك صلاها، فجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارجع، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع مرة بعد مرة هكذا حتى أوقفه على مقام التعلم لما جاء في الحديث كما سيأتي ذكره في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، الأول فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية بن الحكم السلمي: فما كهرني، ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك قال في الأعرابي: لا تزرموه، لم يعنفه. هذا الرفق في التعليم والرفق في التأديب والرفق في مقام التوجيه والنصح لكل من يراد تعليمه ونصحه وتوجيهه، سواء كان الناصح والمعلم أبا مع أولاده أو أستاذا مع طلابه أو إماما أو عالما أو خطيبا مع من يستفيد بين يديه. الرفق والمراد به ضد العنف، اللين في الأخذ في القول في العبارة في الإنكار في التعليم. والحديث ظاهر الدلالة جدا في هذه الفائدة، جاء فصل قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة واثنين وثلاثا، وعلمه في الثالثة، وعلمه بشرح لا يحتاج معه إلى استفهام وإعادة سؤال وتكرار. لاحظ أن الرجل ما قال وهنا ماذا أفعل أو أعد علي وهنا ما المقصود به، لم يستفهم عن شيء. هذا من تمام الرفق في التعليم. وأورد المصنف رحمه الله شاهدين آخرين
في مقام الرفق في الإنكار. الإنكار يعني إنكار الخطأ وليس مطلق التعليم، وهذا آكد. يعني إن كان الموقف موقف خطأ ومنكر شرعي يستدعي التغيير والتعليم، واستدعى ذلك رفقه عليه الصلاة والسلام، فما بالك بتعليم لجاهل لا يستصحب فعله وجود منكر، إنما هو مجرد خطأ. هذا آكد، لأن المنكر وهو منكر لم يجد منه عليه الصلاة والسلام إلا الرفق في التعليم والإنكار. الشاهد الثاني الذي أشار إليه حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: فما كهرني، والحديث عند مسلم في الصحيح، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، تكلم معاوية في الصلاة فشمته، قال: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: يا ثكل أمتاه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فزاد في كلامه مستطردا في خطئه لجهله وعدم علمه، فتكلم مرة أولى، ثم لما رموه بأبصارهم زاد في كلامه بما يخرج به عن الصلاة، قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكي أسكت سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى كهرني يعني ضربني، فيه الانتهار بشدة والعنف. والشاهد الآخر حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فنهاه الصحابة، وفي رواية فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه لا تزرموه، وفي رواية قال: دعوه، حتى قضى بوله، ثم أمر بأن يراق على بوله ذنوب من ماء أو دلو من ماء، فكان هذا أيضا في غاية الرفق. ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذه المساجد إنما بنيت لكلام الله وذكر الله، ولا تصلح لمثل هذه القاذورات أو النجاسة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد السلام مرارا إذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. رد السلام مرارا إذا كرره المسلم، يعني كلما كرر المسلم السلام أيضا يشرع رده مرارا. قال: على ما جاء في بعض الروايات، وأشار إلى عدد من الروايات التي فيها أن الرجل جاء فسلم. في رواية الحديث في الباب: جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ظاهر الرواية ليس فيها رد السلام، فقد يستدل به أو بظاهره من لم يجمع طرق الحديث فيظن أن رد السلام يستنبط من هذا الحديث أنه غير واجب، أو ربما قيده بمثل هذه الحالة أن المعلم إذا كان مشغولا بتعليم من يعلمه فلا بأس بترك رد السلام، وليس كذلك. فإن الحديث وإن كان ظاهره كذلك، بل ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كما في الروايات الأخرى صرح فيها برد السلام في الصحيحين، فرد وقال: ارجع فصلي في المرات كلها، وفي رواية عند البخاري: وعليك السلام ارجع فصلي، وعند أبي داود والترمذي والنسائي: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك. وعند البخاري أيضا في الإيمان والنذور ذكر الرد في موضعين، في كتاب الاستئذان وفي كتاب الأذان. جاء الرد في المرة الأولى من رجوع الرجل، رد عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة فاعتمد اللفظ الذي لم يرد فيه الرد في المرة الثانية، والمصنف رحمه الله أشار إلى ذلك. ولما جاء ابن المنير رحمه الله في شرح الحديث يقرر عدم وجوب السلام أو رد السلام، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره إلا الذي في باب الأيمان والنذور.
وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. والمقصود أنه ثبت رد النبي صلى الله عليه وسلم سلامه على الرجل، بل في المرات كلها أو في أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني، تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. إذن استدل بالحديث الفقهاء على أمرين: الأول وجوب ما تضمنه الحديث، والثاني عدم وجوب ما لم يتضمنه. طيب، أما وجوبه فمن أين أخذ؟ من صريح أمره عليه الصلاة والسلام: اركع، ارفع، اسجد. هذه أوامر، والأوامر تحمل على الوجوب. طيب، ومن أين أخذوا الفائدة الثانية، عدم وجوب ما لم يذكر؟ أي ممتاز، لو كانت واجبة لذكرها. لما؟ نعم، لأن المقام مقام تعليم، وهذا الذي يقول فيه الأصوليون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لو كان شيء واجب في الصلاة فلم يذكره لانصرف الرجل ويقول: ما ذكره لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، يرد هاهنا سؤال: فماذا تقولون في واجبات أخرى ينص الفقهاء على وجوبها وبعضها متفق عليه ولم تذكر في الحديث؟ يقال: وردت في أحاديث أخرى فيها الأمر بالوجوب، فيها الأمر بفعل ذلك الشيء، كما سيأتي كلام الشارح عليه رحمه الله. هذه طريقة مهمة، فالحديث كما قال يستدل به على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. نعم. قال: فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقتصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. السؤال: ما الذي أساء فيه المصلي؟ حتى نحرر هذا موضع مهم. السؤال: هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء واجب في الصلاة، أو علمه الشيء الواجب الذي أخطأ فيه فقط؟ لو قلت بالثانية، الواجب الذي أخطأ فيه فقط، إذن أنت تقرر أن هناك واجبات أخرى سواها، وإن لم يذكرها الحديث هي واجبة، وليش ما ذكرها؟ لا، ليش ما ذكرها في الحديث؟ لأنه ما أخطأ فيها. هذا كلام ينبني عليه تفريق كبير في التعامل مع الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الأمر ببعض واجبات الصلاة ولم يذكرها في حديث المسيء صلاته. قال رحمه الله: ويقوي مرتبة الحصر، يعني أن الحديث تنحصر فيه الواجبات، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. ذكر ما تعلقت به الإساءة وما لم تتعلق، بأن الرجل كبر وركع ورفع، أنت لا تتصور أنه دخل الصلاة من غير تكبير. طيب، هو قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني الرجل صلى بلا تكبير؟ يستبعد هذا. إذن فالحديث في ظاهره حصر للواجبات، سواء التي أساء فيها أو التي لم يسئ. فإذا تقرر هذا يقوي قول الفقهاء بأن الحديث تحصر فيه واجبات الصلاة. قال: وهذا يدل على أنه لم يقتصر المقصود على ما وقعت الإساءة فيه. ووجه الإساءة في صلاة الرجل عموما خفتها التي خلت فيها من الطمأنينة، كما جاء في لفظ عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. ولهذا ترى المحدثين يترجمون للحديث بوجوب الطمأنينة،
فلا يستنبطون فيه فائدة أعظم منها، ولم يتبين من الحديث ولا سياقات رواياته موضع الخفة التي خف فيها الرجل صلاته حتى ترك فيها الطمأنينة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما يتعلق بوجوبها في سائر الأركان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف فيه فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. طيب، هذه ثلاث فوائد تستنبط من هذا الحديث، فوائد كلية فيما يتعلق بأفعال الصلاة. أفعال الصلاة إما واجبة وإما غير واجبة. غير واجبة يعني لا تقل عن درجة الاستحباب والسنية. والأمر الثالث الأفعال الممنوعة في الصلاة المحرم فعلها، كالكلام والطعام والشراب وسائر الأفعال التي تنافي هيئة الصلاة، فإنها ممنوعة في الصلاة. قال الحديث يستنبط منه الأمور الثلاثة والفوائد الجمة الموزعة على هذه المحاور. كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وذكر في هذا الحديث يكون متمسكا للقول بوجوبه، فيرجح قول القائلين بالوجوب. وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث لكنه ذكر في موضع آخر وفي حديث آخر، فأيضا يستند إليه الفقهاء في كونه غير واجب. طيب، وإذا ورد أمر في حديث آخر سواه يجعلون عدم ذكره في حديث المسيء صلاته قرينة على عدم الوجوب ويحملون الأمر على الاستحباب. قال: فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث، بناء على ما تقدم المقام مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قد بين له الأفعال الواجبة سواء التي أساء فيها أو لم يسيء، وسيأتي مناقشة لهذا بعد قليل. الفائدة الثالثة أو الطريقة الثالثة في استنباط أحكام الحديث: كل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. ليش؟ لو كان محرما إما أن ينص على عدمه أو أن ينص على وجوب يتلبس بضده، فلما لم يذكره دل هذا الحديث على عدم تحريمه. نعم. وكل موضع اختلف فيه تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه. هذه قاعدة أصولية: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. هل هو من حيث اللفظ دلالة مطابقة أو هو من حيث التضمن أو الالتزام؟ مسألة فيها خلاف. فإذا كان كذلك فعكس القاعدة أيضا صحيح: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فإذا تلازم التضاد في دلالة الأمر والنهي، فإذا وجدت صيغة أمر صريحة دل ذلك على النهي عن أضدادها، فإن القائل لآخر اجلس آمرا إياه بالجلوس فهو نهي عن كل ما يضاد هذا الجلوس، فكأنه قال له لا تقف ولا تجري ولا تمشي ولا تنم ولا تضطجع، ولن يتحقق له امتثال الأمر إلا بمفارقة جميع أضداده المنهية عنها. فيعبرون عن هذا بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. بعكس النهي، فإذا قال لك لا تجلس ناهيا إياك عن الجلوس فإنه يأمرك بأحد أضداده لا بكلها، لأن أحد أضداده كاف في تلبسك في الامتثال بما نهاك عنه، الامتثال بالكف عما نهاك عنه، فلا تجلس، فإما أن تقف
أو تمشية أو تجرية أو تضطجع أو تنام يتحقق لك الامتثال بقوله لا تجلس. هذا المقصود بقول المصنف رحمه الله في شرح القاعدة، وهي طويلة الذيل في كتب الأصول. ليس المقصود تقرير القاعدة، لكنه يستعملها في الوصول إلى ما يريد تقريره في الفائدة الثالثة. كل موضع مختلف في تحريمه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم تحريمه. كيف؟ لو كان محرما وممنوعا، إما أن يأتي النهي عنه صراحة ويعلمه صفة الصلاة، ليش ما قال له لا تتكلم، لا تأكل في الصلاة، لا تشرب، ما نهاه عن شيء؟ أو إما أن ينهاه صراحة أو يأمره بشيء يلزم منه بضده النهي عن هذه الممنوعات. قال رحمه الله تعالى: فإذا انتفى ذكره. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا انتفى ذكره، أعني الأمر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء. يقصد به المحرمات في أفعال الصلاة كما تقدم. نعم. فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة. ما الطرق الثلاثة؟ كل وجوب مختلف في وجوبه وذكر في الحديث يستدل به أو يرجح القول بالوجوب، وكل وجوب مختلف فيه ولم يذكر يرجح القول بعدم الوجوب إلا إذا ورد دليل آخر، وكل محرم مختلف في تحريمه ولم يذكر في الحديث يستدل به على عدم منعه أو تحريمه في الصلاة. نعم. قال: فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف. إحداها: حتى يتم لك تحقيق الطرق الثلاثة والفوائد بالمحاور الثلاثة من الحديث لابد من تحقيق ثلاثة أمور. هذه يا مشايخ يعني أشبه بمنهجية علمية يقررها الشارع رحمه الله في غاية التحرير والنفاسة. إذا أردت الصنعة العلمية الصحيحة للتعامل مع الحديث فلابد من ثلاثة أمور سيبينها لك تباعا: واحد، أن تجمع طرق الحديث وتستوفي ألفاظه. اثنين، إذا وجدت دليلا آخر غير الذي في الحديث فعليك أن توازن. ثلاثة، اجعل منهجيتك واحدة مضطردة في كل مسألة، ولا تأتي لمسألة ترجح فيها القول بالوجوب فتقول لأن الحديث ذكرها، ومسألة أخرى مذهبك لا يقول فيها بالوجوب تقول لا، الحديث وإن لم يذكرها ذكرها حديث آخر. وحد منهجيتك. يقرر منهجية علمية رائعة في التعامل مع الحديث. لابد أن تحقق كما قال رحمه الله ثلاثة وظائف، يعني ثلاثة أمور لابد من استيعابها ليتم لك الاستدلال بالحديث على الصنعة الفقهية السديدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاثة وظائف. إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. إيش يعني يأخذ بالزائد فالزائد؟ يأخذ في طرق هذا الحديث من رواية أبي هريرة ومن رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنهما، يجمع ما ورد في ألفاظ الحديث، لأن اتفقنا على أن الجمل المذكورة فيه تحصر الواجبات، فرب رواية فيها ذكر فعل لم ترد في الرواية الأخرى، فلا بد من استفاء الطرق، طبعا على طريقة المحدثين، يعني أن تميز بين الصحيح والضعيف وأن تغربل ذلك كله، ثم يصفو لك من مجموع طرق الأحاديث الأفعال الواجبة في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما نقل كلام ابن دقيق العيد: قلت قد امتثلت ما أشرت إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الروايات التي اشتملت عليهما، فما لم يذكر فيه صريحا في حديث أبي هريرة ورفاعة من الواجبات المتفق عليها النية والجلوس الأخير. يقول بعد حصر الطرق من الواجبات التي اتفق عليها الفقهاء ولم يذكرها حديث المسيء صلاته النية والقعود الأخير، قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. فحصر
الواجبات التي لم يذكرها الحديث لأنها تحتاج إلى جواب، لو كانت واجبة فلما لم يذكرها، والذي يتعين فيه الجواب ما اتفقوا على وجوبه، النية والجلوس أو الجلوس الأخير في التشهد في الصلاة. وأما المختلف فيه فلقائل أن يقول أنا لا أقول بوجوبه، ويجعل الوجوب فيه مضاعفا لعدم وروده في الحديث. أما الصنعاني رحمه الله وقد ذكر كلام الحافظ ابن حجر قال: ولم يتم امتثال الحافظ ابن حجر في سرد الألفاظ الزائدة، فنحن الذي امتثلنا وسردناها كما عرفت. لأنه لما جاء الصنعاني رحمه الله في أول تعليقه على الحديث جمع الألفاظ التي وردت في الصحيحين وفي السنن وفيها بعض الألفاظ الزائدة، مثلا من ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى في بعض طرق الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، لما قال خاف الناس لما دخل رفاعة وقال ارجع فصلي فإنك، قال فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، قال أجل، ثم علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ذكر الوضوء وليس معنا في حديث الباب، ثم تشهد فأقم، ما هذا؟ الأذان والإقامة، أمره بالأذان والإقامة، فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، إلى أن قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك. قال وكان أهون عليهم من الأولى، أنه إن انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها، لأنه قال له في البداية ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في رواية لأبي هريرة إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ ما شاء من القرآن، وفي أخرى حتى يسبغ الوضوء وذكر صفته فيغسل وجهه ويديه إلى آخره، في رواية أخرى إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، فذكر استقبال القبلة، وفيه أيضا وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذك اليسرى ثم تشهد، وفي أخرى بعد ذكر الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. قال الصنعاني فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعا سقناها لنفعها فيما يأتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. فالمقصود هذه أول المهام لمن أراد بحث الحديث والاستنباط الفقهي منه، أنه يجمع طرق الحديث لإحصاء الأمور المذكورة في مختلف الطرق، ويأخذ بالروايات وما زاد في بعضها على بعض. ولما جمع الحافظ ابن حجر الروايات كما سمعت قال وهذا محتاج إلى تكملة، يعني تعقيبا على كلام النووي، قال النووي فيه دليل على أن الإقامة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. تعقبه الحافظ ابن حجر قال هو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق، لما ذكر النووي رحمه الله الإقامة وذكرها في بعض الطرق ودعاء الاستفتاح ومذكور في بعض الطرق ونحوها، فإذا لا يسلم لك أن تقول هذا الفعل غير واجب لأنه غير مذكور في حديث المسيء صلاته إلا بعد استفاء جميع طرق الحديث وتأكدك من أن هذا الفعل ليس مذكورا فيه. وقلت لك إن الحافظ ابن حجر حصرها في اثنتين من الواجبات المتفق عليها، النية والقعود الأخير، واثنين من الواجبات المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثانيتها إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. الثانية من ماذا؟ من الوظائف التي يتعين على الناظر في الحديث استيفاؤها، الأول جمع الطرق، والثاني أن ينظر إذا وجد دليل سوى حديث المسيء صلاته يدل على وجوب شيء ما ذكر
في حديث المسيء صلاته أو عدم وجوب شيء ذكره حديث المسيء صلاته، ما فائدة هذا؟ الموازنة، الموازنة، لأنها في مقام تعارض. ينص حديث المسيء صلاته على الفعل واجبا وأنت تجده في حديث آخر غير واجب، أو العكس، لم يذكر في حديث المسيء صلاته فدل على عدم الوجوب، ثم نجده في حديث آخر مأمورا به دالا على الوجوب. نعم. فالواجب، قال: فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. هذا في جانب النفي يجب التحرز فيه أكثر. إحنا قلنا الآن حديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، ممتاز. طيب، فإذا كان شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته وجاء الأمر به في حديث آخر، قال هذا يجب التحرز فيه أكثر، لأنك أمام دلالتين التعارض فيهما قوي، لكن عدم وروده في حديث المسيء صلاته دل على عدم وجوبه صراحة أو ضمنا. لا، ضمنا، أخذناها ضمنا، أخذناها استنباطا لأنه مسكوت عنه، ولو جاء الأمر به في حديث آخر لكان الدليل على إيجابه صريحا منطوقا، فقال يجب التحرز فيه أكثر وينظر أقوى الدليلين فيعمل به. نعم. قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، على سبيل المثال تسبيحات الركوع والسجود واجبة عند كثير من الفقهاء، تكبيرات الانتقال واجبة عند أحمد والظاهرية، طيب جاء الأمر بها أو يستدل على وجوبها من حديث آخر والحديث هذا يدل على عدم وجوبها، ما الصنيع؟ لم ترد في حديث المسيء صلاته وورد الأمر بها، فما الصنيع؟ نعم. وعندنا، قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر. لما قلناه قبل قليل، لأن صيغة الأمر صريحة في الإيجاب، وعدم الوجوب ليس مستفادا من نفيه بل من السكوت عنه، ومجرد السكوت عنه هي نوع من الدلالة المبنية على مقدمة. إيش نقول في المقدمة؟ لو كان واجبا لذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس واجبا فلم يذكره. فأي حكم يبنى على مقدمات أكثر أضعف عند الأصوليين من الحكم الذي يبنى على مقدمة واحدة أو أقل من مقدمات الحكم المخالف. نعم. قال: وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الندب، هذا المسلك الآخر لكل من لا يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود، ولا يرى وجوب تكبيرات الانتقال مثلا، ولا يرى وجوب التشهد الأخير، ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سيقول في كل حديث ورد فيه الأمر بتلك الأشياء صحيح أنه أمر ويحمل على الوجوب، إلا إذا وردت قرينة، وحديث المسيء صلاته قرينة صارفة لذلك الأمر عن الوجوب، فنجعلها من مستحبات الصلاة لا من واجباتها. طيب، هذان مسلكان، المصنف رحمه الله يميل إلى الأول، ما هو؟ تقديم دلالة الأمر وأنها تدل على الوجوب. نعم. قال: لكن عندنا أن ذلك أقوى، ما هو؟ المقدم صيغة الأمر. نعم. لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. عدم ذكر التسبيح مثلا أو تكبيرات الانتقال، عدم ذكرها في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، يعني لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ننص على هذا؟ لأنه ربما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط من رواية الحديث سهوا أو اختصارا، فقد تكون الجملة وردت كأنه قال إذا ركعت فسبح، لكنه قال إذا ركعت أو اركع حتى تطمئن راكعا، يعني وما ذكر التسبيح، لكن يقول نحن نفترض أن الشيء الذي لم يذكر في الرواية لم يذكر في نفس الأمر، يعني
لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثم أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. باختصار، حتى تستفيد عدم وجوب فعل من أفعال الصلاة غير مذكور في حديث المسيء صلاته، لابد لك من هذا التقرير. ما هو؟ تقول: الأصل عدم وجوبه، ولو كان واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكرته الرواية. فإذا أمامنا رواية ليس فيها ذكر التسبيح ولا تكبيرات الانتقال ولا التشهد الأخير ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سياقتك للدليل أو الاستدلال كالتالي: تقول لو كان واجبا لذكره، ولو ذكره لورد في الرواية، لكننا لم نجدها في الرواية، إذن هي ليست واجبة. هذه الطريقة في الاستدلال للوصول إلى الحكم بهذه المقدمات تضعف الدليل وتضعف الحكم الناتج عنه، بينما القائل بأنها واجبة يأتي بك بحديث صريح يقول لك: فكبر، فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فأنت تجد أمرا صريحا أقوى من طريقة القائل بعدم الوجوب، يريد أن يقول إن القائل بوجوب تلك الأفعال التي لم ترد في حديث المسيء صلاته من حيث الصنعة وصياغة الدليل أقوى من القائل بعدم وجوبها لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه الفائدة الثانية التي قررها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. طبعا هنا يضعف، قال رحمه الله: هذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. ما وجه الضعف؟ هو يقول: لو كان واجبا لذكر في الحديث. طيب، ألا يمكن أن يقال: بل إن من الصلاة من واجبات الصلاة ما وجب بعد حديث المسيء صلاته، أليس هذا واردا؟ يعني علمه صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا إلى ذلك الوقت، ثم ما زالت واجبات الصلاة تأتي تباعا ويزاد فيها واجب بعد واجب، وهذا لا إشكال فيه. فإذا هذا يضعف الاستدلال بأنه لو كان واجبا لذكره، بل هو ذكر ما كان واجبا إلى ذلك الوقت. سيأتيك نقل الآن عن بعض المحققين تأييدا لهذا التضعيف لهذا الوجه من الاستدلال. نعم. قال: وأيضا في الحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. نعم، أثبت زيادة تسبيح، زيادة تكبير، زيادة تشهد، فيعمل بها لأنها لا تنافي الرواية الناقصة ولا تناقض بينهما. نعم. قال: وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. يخرج الأمر عن حقيقتها وصيغة الأمر عن حقيقتها من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح. هذا ترجيحه رحمه الله تعالى، وباختصار يرى أن كل أمر بفعل من أفعال الصلاة لم يرد في حديث المسيء صلاته أقوى في إفادة الوجوب، أقوى من المسلك الذي يجعل الأمر مصروفا بقرينة حديث المسيء صلاته من الوجوب إلى الاستحباب. لكن الشوكاني رحمه الله علق على كلام الشارح وأن هذا لا ينبغي أن يكون على إطلاقه، وقرر كالتالي: أن صيغة الأمر تقتضي وجوب ما زاد على ما في حديث المسيء صلاته إن كانت متقدمة على تاريخه، كان حديث المسيء صلاته صارفا لذلك الأمر إلى الندب. إذا ثبت عندنا أن الأمر
بذلك الفعل كان سابقا على حديث المسيء صلاته، سيكون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الواجبات التي ذكرها مشعر بعدم وجوب ما سواها. طيب وإن كانت صيغة الأمر متأخرة؟ قال فلا يصلح حديث المسيء صلاته أن يكون صارفا لها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وإلا يقول الشوكاني لزم قصر واجبات الشريعة على الخمسة المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأنه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اقتصر له على ذكرها ولم يذكر له سواها من الواجبات. قال واللازم باطل فالملزوم مثله. طيب إما أن يكون الأمر سابقا على حديث المسيء صلاته فيكون الحديث قرينة صارفة، أو يكون الأمر متأخرا فيكون دليلا على الوجوب. طيب وإذا جهلنا التاريخ وما علمناه؟ قال فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء صلاته إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره، فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب. قال وهذا التفصيل لا بد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثالثة ماذا؟ الوظائف التي تتعين على طالب التحقيق في النظر في هذا الحديث: الأول جمع طرقه واستيفاء ألفاظه والزيادات الواردة، والثاني النظر إلى كل دليل أوجب شيئا أو أمر بشيء سوى ما في حديث المسيء صلاته. نعم. قال وثالثتها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره. يعني يتثعلب نظره، هذه قد يقال يعني هو نوع من الخطأ والتصحيف، لكن الصنعاني ضبطها بالحروف مثنتين من أسفل ففوق فمثلث فعين مهملة، أي قال يصير كالثعلب في تطوراته وروغانه، وأن ذلك ليس من دأب المحقق الناظر والمناظر. قال فإنه قد وقع للفقهاء تثعلب في كثير من المباحث الفروعية والأصولية يعرفها من سبرها. إيش يقصد؟ طيب أنت مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي، وذكرت لك أمثلة أربعة لواجبات في الصلاة حصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكرها حديث المسيء صلاته: النية والجلوس الأخير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلو كنت أنا ممن يرى وجوب التشهد ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فآتي للمسألة الأولى فأقرر طالما هو أمر ورد في حديث آخر هو أقوى من عدم ذكرها في حديث المسيء، إذن هو واجب. وآتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقول بوجوب، أقول لا، لو كانت واجبة لذكرها حديث المسيء صلاته، ما يصلح. اجعل لك منهجية واحدة، إما أن تجعل الواجب ما ذكره حديث المسيء صلاته وتجيب إجابة منهجية واحدة على باقي الواجبات، أو العكس، لا أن تضطرب وتتثعلب كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله. نعم. قال أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتثعلب نظره، ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. ولهذا قال الفاكهاني بعدما نقل هذه العبارة عن الشارح رحمه الله، قال هذا الكلام من التحقيق في الرتبة العليا. وابن القيم رحمه الله في نفس السياق في كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرر هناك ترجيح مذهب الحنابلة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتعرض لهذه المسألة أنها
لم تذكر في حديث المسيء صلاته، إذن هي ليست واجبة. فذكر رحمه الله تعالى هناك كلاما نفيسا، فقال مما قال: حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به. قال: وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة لا يكون معارضا به. ثم قال: فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، ذكر مثالا في استقبال القبلة، طب سيكون إيرادا، على افتراض أنه لم يرد في الحديث استقبل القبلة، ها ماذا تقولون؟ إذن عليكم أن تسقطوا من واجبات الصلاة وشروط صحة استقبال القبلة، لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. فيكون جوابهم: إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ استقبل القبلة، ولذلك ما ذكره. قال ابن القيم: نقول لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء. يعني أي واحد يقول لك هذا واجب تقول له لا ليس واجبا، تقول له غير مذكور في حديث المسيء صلاته، يقول هو ما أساء فيه، فلا يدل على عدم وجوبه، كما قلت في استقبال القبلة، كما قلت في الطهارة وغيرها. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فيعني إذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة ما يصح الاستدلال على وجوبه بالأوامر الصريحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث من الكلام على الحديث. قد تقدم أنه يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل. الآن هذه أمثلة فقهية لمختلف المذاهب، استدلوا على عدم وجوبها في الصلاة بناء على ماذا؟ عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته. نعم. قال: منها أن الإقامة غير واجبة، خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر في الحديث. طيب، وسقت لك من بعض طرق الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث رفاعة: فتشهد وأقم. نعم، لكن هذا على افتراض أنها لم ترد، فيكون الجواب عن هذا الاستدلال: بلى، وردت في حديث المسيء صلاته في بعض طرقه إن كانت صحيحة. نعم. قال: وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما. هذا تطبيق عمل الآن لما قرره رحمه الله من المنهجية السديدة في التعامل مع الحديث. نعم. قال: ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعا، فإنه لم ينقله، فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه. طيب، فيه فائدتان في هذا المثال دعاء الاستفتاح. قال: أيضا استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ووهم الشارح رحمه الله بعض المتأخرين ممن نسب إلى الشافعي القول بوجوب دعاء الاستفتاح، والحق أن الشافعي لا يقول بالوجوب، بل يقول باستحبابه وسنيته، ويفضل رحمه الله من أدعية الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحديث. أما الذي قصده المصنف، نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي، في بعض نسخ مخطوط شرح ابن دقيق العيد علق على هذا الموضع بقوله: وهو ابن رشد الفيلسوف، وقد ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، فوهم في نسبة القول بوجوب دعاء الاستفتاح إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الفائدة الأخرى في هذه المسألة القول بوجوب دعاء الاستفتاح،
مبني على المسألة. طيب، ونحن قلنا إذا لم يكن في الرواية ما يدل على ذلك صح الاستدلال وإلا فلا، لكن في بعض روايات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم تشهد فأقم فإن كان معك قرآن، إلى أن قال: فاحمد الله وهلله وكبره، وهو محمود عند بعضهم على ما يمكن أن يحمل على دعاء الاستفتاح وأن يتوجه به في الصلاة قبل قراءة الفاتحة. يدل عليه أيضا رواية لأبي هريرة أيضا موجودة عند أبي داود من حديث رفاعة: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الموضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. قالوا: هذا لا يحمل إلا على موضع دعاء الاستفتاح، فإذا ثبت ذلك وحمل هذا على معنى دعاء الاستفتاح كان ذلك دليلا عند من يقول بوجوبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها استدلال بعض المالكية على عدم وجوب التشهد، أي بما ذكرناه من عدم الذكر، مع أنه كما تقدم في إحدى روايات الحديث عند أبي داود من حديث رفاعة: وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، والحديث حسن. نعم. قال: ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. يقول بعض المالكي يقولون: لا يجب التشهد في الصلاة بل هو من مستحباتها. ليش؟ قالوا: ما ذكر في حديث المسيء صلاته. فيقال أيضا للحنفية مثل الاستدلال، وأيضا حتى الخروج من الصلاة بالسلام لم يذكر في حديث المسيء صلاة، ما قال ثم سلم، ما ذكر السلام. فإذا اعتبرت هذا قال: والمادة واحدة، فإذا قلت بعدم وجوب التشهد فلا تمنع غيرك بأن يقول بعدم وجوب السلام. نعم. قال: ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه، فلذلك تركه بخلاف التشهد. يعني لما ذكر بعض فقهاء المالكية من الواجبات التي لا تجب لعدم ورودها في حديث المسيء صلاته ذكر التشهد ولم يذكر السلام. قال ابن دقيق العيد: الفرق بينهما أن الدليل الذي دل على وجوب السلام أقوى مما دل على وجوب التشهد. نعم. قال: فهذا يقال فيه أمران. يعني يناقش الآن هذا الجواب لبعض المالكية وأنه غير مسلم، فما يقال جوابا على عدم وجوب السلام يقال مثله على عدم وجوب التشهد أو الوجوب فيهما. قال: فهذا يقال فيه أمران: أحدهما أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر، وهو راجح على ما ذكرناه. الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، هذا أمر، التحيات لله الحديث، وهذا ظاهر في الوجوب. نعم. قال: وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره وينفي النظر ثم فيما يقول، يعني من غير أن يتثعلب نظره كما قال آنفا. نعم. قال: الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح. يعني لو جاءنا دلالة على وجوب التشهد أو وجوب السلام لا ينفي معارضة المانع الراجح، يعني معارضة حديث المسيء صلاته، فوجود دلالة في أحد الأدلة لا تنفي معارضة مانع الراجح. طيب، فإذا قال الفقهاء: التشهد في الصلاة غير واجب أو السلام غير واجب، أو العكس: التشهد واجب أو السلام واجب، قال: والدليل على ذلك، ثم ساق دليلا واقتصر في دليله على ما يراه دليلا، هل هذا من الفقهاء إغفال لبعض الأدلة أو تعمية للمتفقهين عنها؟ الجواب لا، هو يقصد بالصنعة الفقهية الدليل في نظره المثبت لقوله، فيورد ما يحتاج فيه للاستدلال، فإن احتاج الدليل إلى تتم بالإجابة على ما قد يكون معارضا فمن تمام الصنعة الفقهية استيفاء ذكر ذلك في مقام تقرير الأحكام، وإلا يعد قصورا أولا في تقرير الدليل، ويعد مدخلا للمخالف ثانيا أن يقال: ما استدل به منتقض بكذا، معارض بكذا، ونحو هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم،
وذلك لا ينفي وجود المعارض. يعني هب أنه أقوى من حيث إنه لفظ كما يقول الصنعاني، الأمر بالوجوب في غير حديث موسيصة أقوى لأنه لفظ، قال له كبر، قال له اجعلوها في ركوعكم في التسبيح، أو قال لك إذا تجلست فليقل، وذكر وجوب التشهد، دلالة أقوى من دلالة عدم ذكره في حديث المسيء صلاته وإن كانت أقوى. هل هذا يعني تجريد المعارض، نفي أي معارض راجح في الدلالة؟ لا، الدلالة صيغة تؤخذ من اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، لو اقتصرت على النظر على حديث التشهد فقط. طيب، لكن لو نظرت إليه مع حديث المسيء صلاته بدا لك نوع من المعارضة، فإذا وجود الدليل لا ينفي وجود المعارض له. نعم. قال: نعم، لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. لو كان حديث يقول فسلم والثاني يقول لا تسلم، هذا عندئذ يكون نعم تعارضا متنافيا بين الدليلين، لكن أحدهما يأمرك بالسلام والثاني ساكت عنه، سكوته ليس نفيا لكنه يصلح أن يكون معارضا، يريد أن يقول لك ترى هذه مرتبة وسط لا تغفلها تماما، هي معارضة لكن ليست معارضة منافية لدلالة الأمر بالوجوب. نعم. قال: نعم، لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل إما أن يراد به الدليل الذي لا معارض له، فعندئذ إذا قيل لك الدليل على المسألة كذا خلاص هذا الذي لا معارض له ويجب العمل به حتما، لكن أحيانا يقول الفقهاء الدليل على المسألة قوله تعالى كذا، يقصد أنه دليل استنبط منه الحكم الذي قرره، الحكم الذي قرره ولا ينفي وجود معارض، فهذا معنى قوله رحمه الله الدليل يطلق على الدليل التام وذلك يقتضي عدم وجود المعارض. والأولى أن يستعمل في دلالة الألفاظ للكتاب والسنة الطريق الأول، لأنه يمكن أن تكون مع وجود معارض ويصلح أن تسمى دليلا أيضا. قال: والأولى أن يستعمل في دلالة الألفاظ للكتاب والسنة الطريق الأول. ما هو؟ نعم، أنه دليل مع وجود معارض لاحتمال وجوده بطريقة أخرى. ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. قال: الوجه الرابع من الكلام على الحديث، استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه. شأن بعينه بلفظ الله أكبر. نعم. قال: وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو الله أجل وأعظم كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع، وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر، وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليها الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى. يشير إلى خلاف الفقهاء وبين المآخذ مع الترجيح. الحنفية يقولون يحصل تكبيرة الإحرام في الصلاة بأي لفظ يتضمن التعظيم لله، وأن قوله في حديث المسيء صلاته فكبر يعني عظم الله، وأنه ليس المراد لفظ التكبير، وحتى قوله تحريمه التكبير لا يقصد به لفظ الله أكبر، لأن التكبير لفظ على العموم، فيحصل بقولك الله أكبر، الله أعظم، الله الأجل، أو العكس الكبير الله أو الأكبر الله، أو حتى لو عبر بدل لفظ الجلالة بالرب أو الرحمن، لأن الله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الصنيع لبيان مأخذ فقهاء الحنفية في المسألة قال نظر منهم إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه. يدل على ذلك عموم الأمر لو يعني في قوله سبحانه وتعالى
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شوف الفرق بين قوله وقل الحمد لله، فأمرك بلفظ بعينه قل الحمد لله، لكن قال وكبره تكبيرا. يحصل الامتثال في قوله سبحانه وكبره تكبيرا بأي لفظ يحصل به التكبير، كأن تقول الله أكبر كبيرا، أو تقول الله الأعظم، الله الأجل، هو تعظيم وتكبير يحصل به الامتثال. قالوا فهذا مثله في الصلاة. الجمهور قالوا من حيث الرواية قوله التكبير أو فكبر محمول على عرف الشارع المعهود عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي 100 صلاة ولا 1000 ولا 100 ألف، بل حياته التي صلاها كلها عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه أو يؤثر عنه في التكبير لفظ سوى الله أكبر. فحيث ورد فيما يتعلق بصلاته تكبير أو أمر به فيحمل على المعهود عن الشارع لا على غيره، وأما العموم فيحصل في خارج الصلاة. قال رحمه الله فنظر، هذا من مذهب أبي حنيفة، نظرا منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم، وغيره اتبع اللفظ. ثم رجح رحمه الله مذهب الجمهور قال وظاهره تعيين التكبير، وأيد هذا بأمرين. الأول قاعدة كلية، قال بأن العبادات محل التعبدات، يعني يغلب على جانب العبادات التعبد بالألفاظ بالأفعال، فلا يقوم غير اللفظ الوارد مقامه. هذا معنى التعبد، فإن التسبيح في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى، وفي التسميع بسمع الله لمن حمده، ولا يقوم شيء من الذكر مقام غيره، هذا تعبدي. قال وهذا يكثر في العبادات، فالاحتياط فيها الاتباع، تقتصر على اللفظ الذي ورد. التأييد الثاني قال أن باب الأذكار مبني أيضا على خصوصية الذكر في موضعه، فلا يقوم غيره مقامه. عندك قاعدة كلية التعبدات، وعندك قاعدة فرعية في باب الأذكار التكبير ذكر. قال الخصوص قد يكون مطلوبا، يعني خصوص التعظيم لا بأي لفظ بل بلفظ الله أكبر. قال لأن رتب الأذكار مختلفة كما تدل عليها الأحاديث، وقد لا يتأدى برتبة ما يقصد بأخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل، كما أن نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، فلو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به، ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة، أعني الله أكبر. نعم، لأنه لو فتح الباب، فإذا قلنا ننظر إلى المقصود، فالركوع المقصود منه الخضوع والتعظيم، فيقوم غير صفة الركوع مقامه، فلو جاء المصلي وأدى هيئة فيها دلالة على التعظيم بالخضوع بغير صفة الركوع المعروفة لا تقبل، لأن المقصود خصوص الفعل في ذلك المعنى، وإن كان المعنى مفهوما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. كل علة تعود على أصلها بالإبطال فهي باطلة، أو بالتخصيص، لأن تخصيص العلة أيضا قدح جلي فيها يبطلها. قال فإذا جئنا قلنا لا، التكبير المراد به التعظيم، فجئت إلى العلة، فكان استنباطك لهذه العلة سببا يعود على إبطال الأصل وهو خصوص لفظ التكبير، دل هذا على عدم قبول هذه العلة لأنها تنقض الأصل الذي عللت به. قال رحمه الله بناء على هذا يصلح أن يكون هذا أيضا من الأجوبة على مذهب الحنفية في جواز التكبير بغير لفظ الله أكبر. نعم، قال الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة، ووجهه ظاهر. ما وجهه؟ قال ثم اقرأ ما تيسر، ولو كانت الفاتحة واجبة
نقل ثم قرأ الفاتحة. نعم. قال فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض، اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكروا فيه طرقا. طيب، الحديث في ظاهره يرجح مذهب الحنفية أو الجمهور؟ الحنفية. قال ثم قرأ ما تيسر، فاستدعى هذا من الجمهور إجابة على تخصيص الفاتحة بركنية قراءتها في الصلاة دون غيرها، عملا بهذا الحديث مع أحاديث أخرى كحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من ألفاظ الحديث أخرى مثل رواية أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 ونحوها من الأحاديث. لابد الآن من حيث النظر الفقهي النظر في هذا، وهذا مثال لواجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته، والجمهور على الوجوب، والحنفية وإن قالوا بالوجوب فليس على مستوى الركنية والفرض بل على مستوى الوجوب الذي يترتب عليه الخلاف المشهور بينهم وبين الجمهور أنه لا يترتب عليها بطلان الصلاة لو تركها. قال رحمه الله فعلى هذا اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث، يعني كيف تفعل بين هذا الحديث مع حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ أجاب بإجابات متعددة في محاولات، وكل إجابة فيها من الخلل في الجواب ما يستدعي عدم التسليم به للبحث عن إجابة أجود لتكون المقررة في تقرير قراءة سورة الفاتحة واجبا دون غيرها من سائر سور القرآن. نعم. قال الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل، أن يكون كقوله كذا مثلا، يعني هذا الحديث مثلا وإلا فغيره من الأحاديث أيضا دال على تعيين الفاتحة ليس مثلا مفسرا، لأن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة مفسرا ومثلا متعلق بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام. قال مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الجواب الأول، أن قوله في حديث المسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل، فين بيانه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الجواب ما يصلح. ليش؟ لأن هذا ليس إجمالا. ما المجمل؟ الذي لا يتضح معناه، الذي يتوقف على بيان من غيره ليفهم. طيب هب أنه ما عندك حديث آخر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، مفهوم أو غير مفهوم؟ ولو قرأ أي شيء تيسر معه حصل الامتثال. نعم. قال وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك، فإن المجمل ما لا يتضح المراد منه، وقوله ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن يتضح أن المراد نفع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يعين فردا من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه طريق ثانية، لا نقول مجمل ويحتاج إلى بيان، لا هو مبين، لكنه عام يخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو مطلق يقيد بحديث لا صلاة. طيب أين وجه العموم الإطلاق ثم اقرأ ما تيسر؟ هذا عموم، اقرأ أي شيء تيسر. قالوا فهذا العموم خصصناه بحديث لا صلاة، أو تقول إن لم تجعله عاما اجعله مطلقا اقرأ ما تيسر، لأن المقصود به حصول القراءة بأي شيء فيكون إطلاقا فيقيد. أيضا سيعقب على هذا الجواب بأنه ليس متجها ولا سديدا. نعم. قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه،
بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات. يعني لو قال ثم اقرأ قرآنا هذا مطلق، لكن قد اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا ليس مطلقا، هذا مطلق بقيد التيسر. وهذا يقول لك أنا متيسر معي سورة الكوثر، أو متيسر معي آيتين من سورة الفيل، اقرأ ما تيسر. فهذا أيضا لا يصلح لتطبيقه على القاعدة أنه ليس مطلقا من كل وجه. نعم. قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري إلا لحم الضأن لم يتعارض، ولو قال اشتري لي أي لحم شئت ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. هذا المثال يقرب لك، اشتري لي لحما أطلق لك، ثم قال لك فيما بعد اشتري لي أو لا تشتري إلا لحم الضأن، فإن لحما المطلقة هناك قيدت بهذا، بخلاف ما لو قال لك اشتري لي أي لحم شئت أو تجده في السوق وما وجدت إلا هذا، ثم قال لك لا تشتري إلا لحم ضأن، هذا تعارض. وإذا قوله ثم قرأ ما تيسر لا يستقيم أن تجعله مطلقا قيده حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال وأما دعوة التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين. يعني لا يكون اقرأ ما تيسر ليس بمعنى أي شيء تيسر، لا، اقرأ السورة التي تتيسر ويكون المقصود بها سورة الفاتحة. ليش؟ لا، لأنها هي المتيسرة عند عامة المسلمين ويحفظونها في الغالب. نعم. قال وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. هذا ثالث الوجوه وهو أقربها الذي يرجحه المصنف أخيرا، أن قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة، أليس هذا تأويلا؟ بلى، إذن يحتاج إلى دليل. كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره لا بد له من قرينة، وإلا كان تحكما وكان هوى وتنزيلا للدليل على مقتضيات مذهبي لأني أقول بذلك فأجعل الحديث منزلا على ذلك. نعم. أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدل على ذلك بوجهين أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة. هذا المسلك الأول، يعني حتى نجمع بين هذا وبين أحاديث إيجاب الفاتحة فلابد أن هذا أحد المسالك للجمع بين الدليلين. نعم. والثاني ما ورد في بعض روايات أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث. طيب هذا مهم، بعض روايات أبي داود في الحديث مقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، والحديث عند أبي داود والأصل فيما سكت عليه أنه حسن عنده. أيضا أخرج أحمد وابن حبان في صحيح بلفظ اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ألم نقل إن واحدة من مهمات النظر في الحديث جمع طرقه؟ فهذا مما يستفاد من جمع طرقه بناء على ما تقرر. فالمراد اقرأ ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها، كما قلنا جمعا بينها وبين حديث المسيء صلاة وحديث الموجب للفاتحة. قال ويؤيد هذا بالأحاديث الحسنة، منها حديث أبي داود في السنن ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي رواية وما شاء الله. وأما رواية ابن حبان في صحيحه
عن أبي سعيد الخدري أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات. يقول ابن نلقن: وأعلى من هذا كله أن أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه رويا من حديث رفاعة بن رافع قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وذكر الحديث وفي آخره: فكبر ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فهذا دليل على أن المراد بما تيسر في الرواية الأخرى المقتصر عليها سورة الفاتحة، ورواية الزائد عليها قال به جماعة أيضا من التابعين كما سيذكر المصنف الآن. فهذا المسلك ليس تكلفا، لأنه ثبت عندنا في بعض روايات حديث المسيء صلاته الجمع بين أم القرآن وما تيسر بعدها، فيكون الرواية التي اقتصرت مقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على ما زاد على الفاتحة أو ما يقرأ بعدها. ولهذا قال المصنف: هذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية. فطالما صحت الرواية تبين أن هذا القول هو الذي يرجح المصنف ويميل إليه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد على الفاتحة. يبقى إشكال فقط على هذا الجواب: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قلت محمول على إيش؟ على ما زاد على الفاتحة، أما الفاتحة فخلاص هي فرض. ها، إذن يلزم من هذا أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة. قال: يلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب ما زاد على الفاتحة، قال: وهم الأكثر. وهذا يحتاج إلى جواب آخر. نعم. قال الوجه السادس: قوله عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا يمكن أن يكون من جواب؟ أدلة أخرى ثبت فيها صحة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة. نعم. قال الوجه السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يدل على وجوب الركوع، واستدلوا به على وجوب الطمأنينة، وهو كذلك دال عليهما، لأنه قال اركع حتى تطمئن راكعا، فذكر الركوع والطمأنينة فيه. نعم. قال: ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيى أو لا. يعني لما تقول سلام هي حتى مطلع الفجر في ليلة القدر، هل الفجر داخل في بركتها وفضلها وما جاء فيها لأنها جاءت بعد قوله حتى؟ الخلاف الأصولي الشهير ما بعد الغاية المغيى هل يدخل أو لا يدخل، وفيه كلام ومذاهب مختلفة هناك. قال هنا: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هل جعل الركوع مغيى بالطمأنينة؟ يعني إذا وصلت إلى الطمأنينة فقد ركعت، بمعنى أن من ركع غير مطمئن هل يسمى هذا ركوعا؟ قال: لا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية تدخل في المغيى أو لا. نعم. قال: أو ما قيل من الفرق بين أن يكون من جنس المغيى أو لا، فإن الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع للتقييد بقوله راكعا، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن، بل رفع عقيب مسمى الركوع، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة. وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال: ما تقريره؟ إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات. يعني شوف، هذا استدلال بالعكس. الحديث الآن يستدل به على وجوب الطمأنينة لقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: أغرب بعض المتأخرين جدا، وينسب هذا إلى ابن القاسم رحمه الله. قال: الحديث بالعكس يدل على عدم وجوب الطمأنينة. من أين؟ قال: الأعرابي صلى مرة ومرتين غير مطمئن، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعله فاسدا، صح؟ أليس كذلك؟ لو كانت الطمأنينة واجبة لكانت صلاته في المرة الأولى والمرة الثانية غلط. طيب كيف غلط ويقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، صلى المرة الأولى والمرة الثانية فقره على صلاته ثم علمه. فيقولون هذا الإقرار بتركه إياه صلى مرة
طيب لو كانت خطأ في المرة الأولى لماذا تركه يعيد ثانية وهو لم يعلمه بعد؟ فهذا نوع من الإشكال، طبعا هو ليس استدلالا وجيها ولا ظاهرا، ولذا قال هو غريب، لكن يريد أن يذكر لك طريقة الغرابة التي جاءت في مثل هذا الاستدلال. نعم. وجاء، قال وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال ما تقريره؟ إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة، من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام، فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. طبعا يمكن أن يقال جوابا، وإلا حتى الاستدلال الأول يعني ليس بذاك، وفيه من يعني من الخطأ ما هو بين، أن قوله يعني يحمل على الندب، لأن قوله لم تصلي معناها لم تصلي صلاة كاملة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، قال وهذا التحيل والدعوة فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ وروح الشريعة ومفهوم الشريعة رحمه الله. نعم. قال ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرطه العلم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على المحرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، لأنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما دليلا على الصحة. طب هذه عدة إجابات. فعل الأعرابي حال الجهل لا يوصف بالحرمة لأنه غير متلبس بها عالما بها. قال ابن دقيق العيد هذا الجواب غير كافي، بغض النظر عن الحرمة والإثم، الفعل أليس فاسدا؟ فهذا يحتاج إلى جواب. فكان الجواب أن التقرير يدل على عدم فساد، إقراره للصلاة يدل على عدم الفساد، وفعله في الحقيقة فاسد، وإلا لما كان للتقرير ها هنا دلالة. فجاء الجواب كما سيذكره المصنف الآن، أنه هذا ليس تقريرا مطلقا، هو تركه في مقام التعلم وأراد منه أن يتشوف إلى بيان الصواب، ليس هذا تقريرا يستنبط منه صحة ما فعل أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. قال وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، يعني خوف فوات الوقت أو صحتها. نعم. إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. الوجه السابع قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما. والحديث من المواضع التي نصت على وجوب هذه الأفعال، الرفع والاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال منه بعد الانتصاب قائمة. ومن الفقهاء كما تقدم معكم سابقا من يقول بوجوب أحدهما دون الآخر، وجوب الرفع وعدم وجوب الاعتدال، أو من يوجب الأمرين معا. نعم. قال وقد قيل في توجيه عدم الوجوب إن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال، وهذا ضعيف، لأننا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها. وقريب من هذا الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، يعني لم يذكر الطمأنينة، فمطلق الركوع والسجود من غير طمأنينة يحصل به الامتثال. قال هذا واهٍ جدا. نعم. قال وهذا واهٍ جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر،
وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر، وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. الوجه الثامن قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع، وكذلك في قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وجوب السجود ووجوب الطمأنينة فيه، وجوب الرفع والطمأنينة في الرفع في الجلوس بين السجدتين. نعم. قال الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، تتمة لجوابه حول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الرجل وهي صلاة فاسدة، أن يقال في الجواب أنه يعني عندما أخل بصلاته وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع فيصلي، لم يكن محتملا عنده أنه يصحح خطأه، ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يأتي بها ثانية وثالثة على وجه الفساد، فأعطاه فرصة للتصحيح. وفعل الرجل الداخل في المرة الأولى على ذلك الوجه قد يحتمل الغفلة والنسيان، فربما أراد أن يذكره ارجع فصلي. فهنا لا يستتم أيضا الاستدلال بهذا على أنه أقره مرة ومرتين وثلاثا. المرة الأولى قد تكون عجلة منه وسهوة وغفلة، فأراد منه أن يرجع وظن أنه يفطن إلى ما يريد تنبيهه عليه، فلم يحصل، فأعاده حتى تبين له عدم إدراكه لذلك، فبين له صلى الله عليه وسلم الواجب عليه في صلاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات، وإذا ثبت أن الذي أمر به وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة، دل على وجوب قراءتها في كل ركعات، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ومذهب الجمهور كذلك من هذا الطريق الذي نص عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم. ولو في مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب في كل ركعة، والثاني الذي هو كما قلنا مذهب الجمهور. نعم. والثاني الوجوب في الأكثر، والثالث يعني فيما زاد على الركعة الصلاة الثنائية الثالثة والرابعة لا تجب فيها. نعم. والثالث الوجوب في ركعة واحدة، وهذا أيضا ينسب إلى الإمام الحسن البصري رحم الله الجميع. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والذي عليه الجمهور من السلف والخلف وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة على ما زاد عليها في الركعتين الأوليين أو في الصلاة الثنائية، ويعني يجوز الاقتصار عليها في الثالثة والرابعة مما زاد على الثنائية. ولما تقدم حديث ابن حبان في روايته لحديث رفاعة: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بوب أو ترجم عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه بقوله: ذكر البيان بأن فرض المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئ عن باقي صلاته. ويبقى السؤال: من قال إن الفاتحة تجب في ركعة واحدة، من أين أخذ؟ قالوا في قوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك كلها، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، الضمير يعود على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، لأن من قرأ في الكل أو في الجزء يعني في ركعة منها لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها، بل هو قرأ فيها، ليس كذلك؟ من قرأ في ركعة من صلاته صدق عليه أنه قرأ فيها. هذا الاحتمال هو الذي جعل للحنفية القول بترك القراءة في بعض الصلاة، فلو ترك قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة وقرأها في الأولى والثانية صدق عليه أنه قرأ فيها، وبالتالي قالوا الأخيرتان لا يجب فيها القراءة. واختيار مالك كما قلنا أن يقرأ في الأوليين من الرباعية والثلاثية بالفاتحة وسورة، وفي الأخرين بالفاتحة فقط، وهذا أيضا مذهب الجمهور عموما، إلا أن الشافعية وأحمد رأوا أيضا أن في الثالثة والرابعة يمكن أن يقرأ بسورة أخرى على ما ثبت هذا في السنة، فالأمر فيه متسع.
لكن المقصود أن من اقتصر على وجوبها في ركعة هو بالنظر إلى ما تقدم ذكره، ومن هنا احتاج الجمهور إلى إيراد الأدلة الأخرى التي يستدلون بها على وجوب تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، منها حديث ابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة، فهذا ينفي احتمالية الضمير في صلاتك أو لا صلاة لمن يقرأ فيها، لأنه عين كل ركعة، مع حديث أخرى ليس هذا مقام ذكرها في المجلس، ويجدها من بحث عنها في كتب الفقه الخلافي في مسألة خلافهم في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. ها هنا انتهى كلام الشارح المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث بما فيه من الفوائد الجمة والتقريرات النفيسة والتقعيد المحرر البديع الذي ينصح بالعودة إليه للإفادة من ما قرره فيه رحمه الله مرة بعد مرة، فإنه كما قلت في صدر المجلس تقرير لمنهجية التعامل مع الأدلة، وهذا الحديث يصلح أن يكون أنموذجا تطبيقيا لكثير من جوانب المنهجية التي نص عليها الشارح رحمه الله وغفر له وتقبل منا ومنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.